في لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع سريع حوار خفيف مواضيع تخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة سريع سريع الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه السود عيونه يا ولا السود عيونه يا ولا السود عيونه السود عيونه السود عيونه دودتني وكل الغرام غلبتني السود عيونه دودتني وكل الغرام دودتني واما الليالي سهرتني قلت اعمل ايه قدمت المهر مهر غالي وخطبت النجمة من العلالي قدمت المهر مهر غالي وخطبت النجمة من العلالي وخلاص يا قلبي مكتوبالي اعشق عينيه وضحت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى غلب تصالحه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه عناب خدوده سكري قربت منهم اشتري عناب خدوده قربت منهم عناب خدوده حلو ياني قربت منه قمت قاني عناب خدوده حلو ياني قربت منه قمت قاني وبعدت عنه قام ناداني ورجعت ليه مغرم صبابة يا زماني والحلو يابا معجباني مغرم صبابة يا زماني والحلو يابا معجباني وعطشت تاني لما جاني مادت ايديه وضحت على جرح الهوى واللي رماني واللي رماني في الهوى غلط تصالحه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه والسود عيونه يا ولا الله 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 يا اولاد ايه الحلاوه دي وحلقه نهايه الاسبوع نتمنى تكونوا قضيتوا عندنا اسبوع حلو في 24 شريف عندنا النهارده اكلات حلوه جدا 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 مع دعاء اهلا حبيبتي بقولك انت احسبيك المنقذه لازم عيني. اقول كان عندي عزومه وانا لسه كان عندي شغل ومش عارف ايه كنت قلت لها بقول لك ايه انا عايز بكره كذا وكذا وكذا عشان انقذتني ثانك يو بس عايز اسال سؤال بعتي لي حاجه مخلله كده لونها برتقاني ايه ده شفت ايه رايك ده كيمي كوا مخلل مخلل فظيع والزيتون ده انتوا مخلينه في بيت عندكم ولا جايباه؟ لا والله بعمال ايدينا طب ابقيها ابعتي لي شويه عيني عامله اكل ايه النهارده؟ عاملين النهارده بيس فراخ بالخضار وعاملين سلطه البطاطا مع الريحان يا سلام منوره اهلا بيكي بالالمونيوم فويل اللي انت لابساه ده منوره كده وشكرا بعد ما نخلص بقى معاها الاكل الحلو ده نلعب شويه رياضه ومعايا الثلاثي المرح كابتن طلعت ومع كابتن فلفل وكابتن عطيه اهلا يا ولاد اهلا اقطعوا لي ايوه على طلعت كده
اعمل كده ليه ده كده؟ عليك. هتكلمنا على ايه النهارده؟ هنتكلم عن ايه هي فوائد الكافيين؟ الكافيين هو زي الشاي والقهوه، وايه هي اضراره لما بيزيد يزيد عن حد. بالظبط. مالك النهارده؟ مين مضايقك؟ هادي شويه. هادي؟ انا ملاحظ كده. ايه؟ تمام. ولو شعرك النهارده مش في المود، انا ممكن اجي اخليكوا في المود في ثانيه. الله يبارك لك، خليك زي ما انت. زي ما انت، زي ما انت. فاكر؟ طيب عندي كمان النهارده هنختم مع استاذنا الكبير استاذ حاتم ايناوي اللي بيجينا مخصوص من اسكندريه. اهلا وسهلا. حتومه حبيبي، اخبارك؟ انا عايز برضو بالزيتون لو سمحت. عايز الزيتون. فظيع. لا فظيع، احلى زيتون من خير اللي كلته في حياتي ما شاء الله. هتكلم عنها ايه النهارده؟ بص يا حبيبي، بما ان احنا بنتكلم على الزراعه، انا ما ينفعش ازرع مانجا في الارض واستنى بطيخ، هيبقى كده حاجه فيها جنان. وحياتك ممكن تعملوها في المستقبل. في المستقبل روبوت بقى. فانا ما ينفعش ازرع في عقلي افكار مالهاش علاقه بالنجاح واستنى نجاح. فهنتكلم النهارده على 5 افكار ومبادئ لو زرعناهم في عقليتنا ووعينا نحقق نجاح في حياتنا المهنيه. يا رب يا اخويا، يا رب يا رب. اهلا بك. انا قربت اطلع على المعاش. منور حبيبي. اهلا بك. عندي كمان النهارده فرقتي مع زازيكي، مع المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل. اتفضلوا. حلو الجاكيت. سي ده فارو؟ شويه كده. فارو ايه؟ مش عارف بقى، معرفش. لا لازم تسال بجد. انا بتاع الحاجه بيعجبني شكلها. يعني ممكن يبقى مثلا فارو ارنب. اوكي. في فارو فوكس اللي هو ايه؟ ثعلب. ثعلب. ستراكون. اوكي. مين قال ايه؟ قلت ايه؟ مش عارف. قلت لك فارو صناعي. في حد قالها؟ صناعي. ده فارو صناعي؟ معرفش والله. اسال وائل، هو بيفهم في الفارو. وائل ده ايه؟ بيقول لي ريش نعام. ريش نعام؟ لا يا وائل، ريش نعام محطوط تحت هنا. غني يا مؤمن. هتغني ايه؟ هنغني بنت السلطان. الله العدويه حبيبي قلبنا، نغنيها بعد كده. فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع دعاء. خليكم على صباح تمسيكا. يلا. راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني، راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني، ربطين على البعد ولا راجعين تاني. راحوا الحبايب. يا بنت السلطان حني على الغلبان، دي الميه في ايديكي وعدويه عطشان. يا بنت السلطان حلمك على الغلبان، دي الميه في ايديكي ومحسوبك عطشان. وعلى كفر عباس ماشيه وماشيه الناس، ماشيه تبص عليكي يا فرصه واناناس. واديني اديني اكتر بالميه في ايدك سكر، اديني اديني اكتر بالميه في ايدك سكر. سعيده يا حلوه سعيده ياللي بلادك بعيدة، أؤمري وأنا جيلك ماشي لما المصر الجديدة. سعيدة يا حلوة سعيدة ومطلاتك بعيدة، أؤمري وأنا جيلك ماشي لما المصر الجديدة. محسوبك عدوية بيحب اسكندرية وكايرو، دي بلدي والدول العربية. محسوبك عدوية بيحب اسكندرية ومصر، دي بلدي والدول العربية. واديني اديني اكتر بالمية في ايدك سكر، اديني اديني اكتر بالمية في ايدك سكر، اديني اديني اكتر بالمية في ايدك سكر، اديني اديني اكتر بالمية في ايدك سكر. اوبا. 4 شارع شريف.
الاكل شكله حلو جدا يعني كالعاده، عامله لنا اكنه عزومه. منور يا دوي. ازيك يا شريف؟ اهوال الفويل ايه؟ تمام. كاتم عليكي دينا نصير بقى مره كانت لابسه بدله فويل. اتصدق انا شفتها. ايوه من فوق ومن تحت. ايوه فطست. ايوه بيحرر. فطست لك لا بيحرر ده جلد طبعا. تفتكروا انه فويل بجد؟ لا لا جلد. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. احكي لنا كده كله تمام؟ الحمد لله. يا فوشياتك. ثانك يو يا شريف. شعوله بس المخلات عندكم تجنن. ميرسي يا شريف. الف هنا الف هنا. طيب ايه ده؟ دي دبابيس فراخ مع خضار بس. الدبابيس دي مقليه شبه اللي هي الاياده. ايوه شبهها بس عاملينها كده حاجه جديده. دي بطاطا عاملينها مقليه وعليها جبنه. ده حادق. اوكي كله حوادق النهارده. حوادق. حلو خالص. تعالى نبتدي بايه؟ تعالى نبتدي بالدبابيس. يلا فاديني دبابيس يا ولية. نص كيلو دبابيس فراخ وربع كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، كوبايه بصل شرايح، كوبايه فلفل الوان شرايح، كوبايه مشروم طازه، ونص كوبايه طماطم مكعبات، معلقه صغيره ثوم، مكعب مرقه خضار، ومعلقتين كبار صلصه طماطم، معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره زعتر، نص معلقه صغيره ريحان، ونص معلقه صغيره روزماري، ورق لورا، وملح وفلفل. ايه بقى؟ بص الدبابيس. بص دبابيس الفراخ اهي ماشي. ده الدقيق والنشا. هناخد الدبابيس بتاعتنا ونشيها. هنعفرها في ده وده. ماشي اهو. ماشي. الزيت سخن جدا. طب يلا بينا. على طول كده؟ ماشي بقى. يلا سوري. ناخد بقى هنا في الووك شوية زيت وهنحط البصل. هناخد الثوم. ناخد بقى مكعب المرقة والورق اللورة والبابريكا. نسيحهم كده يطلعوا الريحة مع الريحان والزعتر والروزماري. ريحة جامدة. بس بقى اهي. وناخد شوية ملح وفلفل. الدبابيس انا مجهزه منها مقلي عشان هي تاخد وقت شويه وقت على النار. تعالى بقى ننزل بالطماطم مكعبات. مع الريحه. وناخد فلفل. نحط شوية الصلصة. اوكي. نقلب. وبعد كده ادي النص. نقلب كل ده بقى كده. وبعد كده الدبابيس بقى تكون اتحمرت زي كده اهي. ما انت عايزاها تبقى مقلية. تبقى مقلية بتستوي حوالي بنسبة 70%. هنقلبها تقليبه وبعد كده ننقلها في صينيه في الفرن تتشرب من بعض وبس كده. تقليبه كده. ناخد بقى دي. خلصتي اول اكله؟ خرج عليكي. بس كده. خش الفرن تقعد قد ايه؟ هتقعد بص حوالي نص ساعة أكتر حاجة. تجنن. بس كده تجنن. نص ساعة في الفرن. هتطلع هنغرفها هنا غرفها مع مكرونة سباكيتي أو أي مكرونة شعرية أي حاجة. صح كده؟ تمام. لو الفرن هو مش سخن يبقى نص ساعة، لو هو سخن يبقى ربع ساعة. هتلاقيها بس جلد. هيبقى شكلها كده. أوكي؟ اسمك إيه؟ كده هنعمل البطاطا. نسمع بقى كوبليه من ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق وست أم كلثوم بصوت مؤمن خليل.
وبعد كده نرجع مع دعاء نعمل الايه؟ بطاطا. البطاطا. مزيكا. مش قابل سنة تعالي بعد سنة مش قابل
هنعمل كنت فاكره صنف حلو طلع صنف حادق بطاطا ومقليه. هتقلي البطاطا؟ اه ايه هي دي ولا ايه الاخضر اللي فوق ده؟ ريحان صوص يعني؟ ريحان هنعمله دلوقتي. طولنا المقادير بقى. تعالى نقول هنحتاج كيلو بطاطا ونص كوبايه جبنه ملح خفيف، نص كوبايه ريحان طازه، وربع كوبايه سوداني، ومعلقتين عسل ابيض. اوكي ممكن بقى الكبه معلش هعطيك. انا جاي لك اهو. يلا بص البطاطا انا بقطعها كده ترانشات بالقشره بتاعتها. بتتغسل كويس وبتتقطع كده اهي. ناخد اهي السكينه مش حاميه قوي. جيب لك سكينه حاميه؟ خلاص ما دي مش حاميه طبعا خالص. مش حاميه خالص. طيب اهي كده. لا استنى هتعذبي نفسك ليه يا اختي؟ اصل السكينه دي عورتني قبل كده فاكر؟ دي؟ هي السكينه دي عشان كده انا ماسكاها بالراحه. طب اتخري اتخري اتخري. طب بص انا عايزاها طول وعرض بس ما تجمش لتحت يعني دوبك شكل بس شكل بس 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 يعني شكل مش كده مش لغايه الاخر. شرق من هنا؟ ايوه و خد بالك بس عشان السكاكين حاميه جدا. انا اللي شاريهم. حاميه قوي خد بالك بس. مكعبات كده. مش عارف انا ما بحبش استخدم السكاكين حتى وانا باكل اتغدى بحاول اقطع الحاجه بالشوكه. ما هي طب ما السكينه بتاعت الاكل ما تبقاش حاميه. ما بس انا ما بحبش السكينه عندي مشكله معاها. هي البطاطا كده هننزلها تتقلي. على فكره البطاطا دلوقتي بتتحط في المطاعم بدل البطاطس. ليه؟ وبيحسبوها اغلى من البطاطس. طب هضرب لك ايه هنا؟ هتضرب لي الريحان. الريحان اهو. هناخد معاه شويه سوداني. شوية سوداني حطي كله بقى. لا انا عشان الزينه بقى على الوش عايزين شويه. في حاجه ثانيه؟ شويه زيت. يا الهي عشان البوتاجاز بس بيطلع حراره. دي رابع حلقه اسجلها النهارده لما خلاص. تعالى نحط له خط. اتفرتكت مخي اتفرتك. زي ما قلناش مش عارف عايز شوية زيت كمان ولا اقلبها لك؟ هتحطي معاها دي؟ هحط هنا على ده. ده ايه ده؟ دي جبنة بيضة ملح خفيف. عايزة أكتر من كده؟ ثانية واحدة عشان أنتي السكاكين بتحب تعوري. هتناخد منها كده شوية ونحطهم على الجبنة. ونقلب كده. وزي البطاطا اهي بعد ما اتقلت. تحط وايه العسل ده؟ هنحطها بقى على الوش بعد ما نحط كده. بص كده. اوه لا لا لطيفة خالص القصة دي. اهي. وايه بعد كده ناخد العسل نحط حبه بسيطه كده على الوش هتوازن مع الجبنه والبطاطا هتدي لها طعم حلو قوي قوي. بس كده اهي. انت خلصتي؟ بس كده. احكي بقى ممكن ده نحط بس شويه سوداني هنا. عملنا دلوقتي جبنا الريحان وفرمناه مع شويه زيت وشويه ليمون بسيط. وعلى فكره ممكن نعمل الخلطه دي ونسيبها في الثلاجه عندنا ونسحب منها وقت ما احنا عايزين مش هيحصل لها حاجه. اوكي احكي بقى الناس عملت ايه النهارده. عملنا دبيس الفراخ مع الخضار وعملنا سلطه البطاطا مع الريحان والجبن. شكرا شكرا دعاء العطار ميرسي. اهلا وسهلا بيكي. خلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم ونلعب شويه رياضه مع كابتن احمد طلعت. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا مزيكا. سنة كملنا قصص كتير. أقوى عروض من 1 يناير ل 14 فبراير. كارفور 20 سنة بنكمل كل بيت. من أجمل الزهور استخلصنا أرقى العطور. جربي نسيم العطور الجديد من أوكسيو بس.
يا اخي الفايبر ده غريب قوي، خفيف قوي ويدفي قوي. ممكن تشتغل معايا؟ اه لا مؤاخذه. شفت كشكشه الخياطه تاني؟ انا قلت يعني عشان الكشكشه دي تدفي اكتر. لا نادله حضرتك، انا شايف كله الحفه وبطاطين. يعني هو الناس ايه يعني؟ الناس مش هتخرج؟ لا، في كارت ملابس شتوي للاطفال. ساعد مع مؤسسة مصر الخير إن احنا نوصل الدفا لأكبر عدد من الأسر اللي تستحق. ب 225 جنيه أو ب 250 جنيه هتقدر توفر بطانية أو لحاف لأسرة يتدفوا بيه في الشتاء. اتبرع لحملة سكن ودفا من خلال حساب 100-100 في جميع البنوك المصرية أو من خلال فروعنا ومكاتبنا الميدانية. يعني إيه هزار؟ يعني مثلا لما باجي أندع على الواد ابني وأقول له حمار. يا الواد أنت زعلت؟ العب يا عم. بقولك ايه مالكش لازمه، ملوش فيها. يعني ده مثلا عبده صاحبنا، بس ما حدش بيقول يا عبده، بنقولها شوكولاته. ولا شوكولاته كاتشارول. ايه يعني عادي بهزر. مين يا ابني؟ امنا ابن في انوال مانوال وامنا بمانوال في انوال. وجهها بايظه. يا مو انا لمستها، انا بهزر بس. انا بهزر حمار. لا بعيد ولا شوكولاته كاتشون. لا بايظه اجمد ياد مالك. ده مش هزار، عدد كبير من المصريين بيعانوا من مشاكل نفسيه بسبب التنمر. ضحكك على مشكله شكل، طريقه او اختلاف حد تاني عمره ما يكون هزار، ده اسمه تنمر. تجمل بالاخلاق. الحقيقة أنا لما دخلت الاستوديو دلوقتي وشفته كدبت عيني، يكون نسخة طبق الأصل من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. كل مكان أوتوبيس في مترو، ده لو الشيخ الشعراوي ما ماتش كنا نقول أنت مين يا حاج؟ حريص أنك أنت تزور قبر الشيخ الشعراوي؟ أنا بروح السنة دكتور 4 مرات، وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل. وفي نفس الحلقة الطفلة المعجزة نور مكي. قدمت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر كاتبة في العالم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اختاري لي اسم كده، تجيبي لي ورقة عشان خاطر نعلن أسماء الفائزين. انتظرونا مع حلقة المفاجآت وإعلان أسماء الفائزين برحلات العمرة وعمر الليفي في واحد من الناس الأحد 10 مساء على شبكة تلفزيون الحياة. يا جوجل بتخاف مني، محدش متصور انك بنوتة، كل الدنيا شايفاك راجل. انا ممكن اصدر رقبة ولدك بس قدام عينك. تهمل الشعبية ورجلك ما تخطيش هنا. من قتل يقتل. يبقى انا اللي حكتب. انا حجاج بحش زرع قلبي، ما اقدرش اقول اي. ده كتير يا ابو، كلهم لازم يغوروا ملقاش. وكابتن طلعت بنفسه بشحمه ولحمه جه. الله يبارك لك. الله يبارك لك. اخبار ايه طيب يا حبيبي؟ اه يا رب سنه حلوه عليك علينا جميعا. كابتن فليفل منور حبيبي. انت كابتن عادية منور حبايبي. كمان شويه حد فيكم هيقوم يقف على ايديه، هو بيشاور عليه، بص بيرموا على بعض. ايه العيال دي؟ ازيك يا طلعتي؟ كله جميل يا حبيبي. محضر ايه النهارده؟ هنتكلم عن ايه هي الكافيين. هو الكافيين زي الشاي والقهوه. القهوه سريعه الذوبان. شكرا ليك.
هنتكلم عن ايه هي الفوائد بتاعتها وايه هي اضرارها. اغلبيه الناس فاكره ان فكره القهوه ان هي مجرد ان هي تنبيه، بس في بقى فوائد كتيره محتاجين نتكلم فيها وفيها ليها اضرار. الفوائد دي بتكتسبها منين؟ لو انت خدت المعدلات الطبيعيه للكافيين في اليوم، بمعنى ان قدر للانتاج بتاعك او ان انت تاخد قهوه في اليوم فنجانين في اليوم، ده كده الاستفاده الكامله للكافيين. اكتر من كده بتسبب الاضرار. فهي قاعده عامه، كل حاجه بتتاخد بشكل منظم بتاخد فوائدها. طب ايه فوائدها؟ اصل انا عمري ما شربت قهوه في حياتي تقريبا. ما بتهزرش، بتتكلم بجد؟ بجد. ولا شاي؟ لا اشرب شاي. انا اتكلم على الكافيين بس. القهوه هقول لك على حاجه، عشان هي نسبه الكافيين بتبقى فيها اعلى من الشاي كمان شويه. ايه هي الفوائد بتاعتها؟ هو اول حاجه هي بتعمل تنبيه للسنتر نيرفز. انا عندي اصلا مشكله في فنجان القهوه انه محبه صغيره كده، فاهم؟ حاجه كبيره حاجه كتير. لا يعني لازم يبقى مج مثلا مليان حاجه كده، لكن ايه حبه ايه الشفطه دي؟ حب لا، ده في بقى اللي هي حاجه تانية كده بتتعمل، تبقى اللي في المكنه الكبسولات ده قد كده اهو. استحاله ده يعني. لا ما يعني حاجه قويه جدا. انا عايز مجات. احنا عاده بناخد الحاجه باستفادتها يعني، بس ايه، خلينا نتكلم بشكل اكبر انه هو القهوه او كل الحاجات اللي فيها كافيين بتساعد على تنبيه السنتر نيرفز اوف سيستم، اللي هو الجهاز المركز العصبي. ده بيساعد على التركيز، وبيساعد على ان انت تقدر عندك طاقه على مدار اليوم، وعندك ان انت تبذل مجهود على مدار اليوم بشكل احسن. فدي اول حاجه من الحاجات اللي احنا ممكن نستفيد منها في الـ في الـ في الكافيين. بتعمل ايه كمان؟ بتقلل من الخطر بالاصابه بالسرطان، دي حاجه ناس كتير ما تعرفهاش. كمان بتساعد على ان هي تقلل معدلات الشيخوخه بمعدلاتها الطبيعيه اللي احنا بنتكلم فيها. كمان بتساعد على بتقلل الجهاز العصبي من الاصابه بالزهايمر، دي حاجه الناس كتير قوي ما تعرفهاش. بتعمل ايه كمان؟ بتقوي المناعه بتاعه الجسم. وعندنا حاجه كمان ليها دعوه بالمفاصل، بتقلل التهابات المفاصل. اخر حاجه فيها ودي اهم حاجه فيها، ان هي بتساعد على رفع معدلات حرق الجسم. حلوه. طيب عشان استفيد من الكلام في الرياضه بقى، شاي وقهوه وقهوه سريعه الذوبان كله، كل ده وحتى في مشروبات غازيه فيها كافيين طبعا، كل ده. هو فكره الكافيين حتى دلوقتي بقى عملوا فيه كبسولات تقدر تاخدها، لو انت ما بتحبش كل الانواع دي تقدر تاخد الكبسوله بتاعت الكافيين دي. أوكي. طب انا اقدر استفيد ازاي من القهوه وكل الحاجات اللي فيها كافيين دي ازاي؟ بالتمرين او بالرياضه عموما. لو انت خدت قبل التمرين بحوالي نص ساعه 45 دقيقه كوبايه قهوه او فنجان قهوه، بتساعدك على ان انت تبقى مركز اكتر، بترفع معدلات حرق جسمك، وبتبقى عندك قابليه ان انت تشيل اكتر في التمرين. فدي الاستفاده بتاعتها من خلال التمرين. طب ايه هي اضرارها؟ اول حاجه المعروف عنها ان هي بتعمل ارق. بتعمل ارق في ايه؟ لو انت شربت كميات قهوه كبيره على مدار وتصفر السنين. دي اهم حاجه عندي. دي مش كاتبها بس حلوه دي برضو. ولو ما بتشربوا القهوه ما بتتمضمضوش، وبتيجوا تتكلموا بتطلعوا نفس ريحته وحشه. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. مش هي دي الاضرار خالص اللي انا كنت اتكلم عليها. دي مهمه قوي ان انت بتضر غيرك. تمام. قول. طيب اكبر مشكله بتبقى فيها او عاده دي اللي بتحصل، ان لما الناس بتشرب كميه قهوه كبيره بيحصل لها ارق بالليل، خصوصا لو انت بتشربها قبل النوم في خلال ساعتين. حد يعمل كده؟ نعم، حد يعمل كده؟ في ناس كتير بتعمل كده، بتشرب قهوه بالليل. المفروض ان انت اخرك تكون شاربها قبلها بست ساعات عشان تقدر تجيلك حته النوم بشكل كافي. اوكي. تاني حاجه طبعا عصبيه. اوكي. كميات القهوه الكتير بتعمل توتر. طبعا يعني هرجع تاني لحته الفوائد، ان هي بتعمل تنبيه للسنتر نيرفز اوف سيستم، اللي هو جهاز المركز العصبي. فلما بتشربوا كميات كبيره بيعمل توتر، بيعمل العصبيه. قبل ما تقول الثالثه، فليفل امسك المايك. يلا نزلونا الفيسبوك والانستجرام بتاعه. طب انا همسك ده ليه؟ عشان تتكلم. همسك ده ليه؟ انت بقالك قد ايه في عالم حطوا لنا مش انا، هو الانستجرام بتاعه هو والفيسبوك. انت بقالك قد ايه في عالم الرياضه؟ التدريب ولا الرياضه نفسها؟ الرياضه نفسها الرياضه. الرياضه يعني بقالي 6 سنين. بس؟ قبل كده كنت رفيع قبل كده؟ كنت رفيع قوي. انت عندك كام سنه اصلا؟ 26. كنت رفيع قوي. كنت رفيع قوي، وبعد كده اتخنت قوي. اوكي، وبعد كده دلوقتي بقيت كويس. دلوقتي بقيت فت. ايه دي بقى العطيه؟ يا تيا. وانت بقالك قد ايه؟ بص اللي كده. انا بقالي 8 سنين. بصوا هناك الاستاذ هو بيشاور لكم اهو. 8 سنين بالظبط. انت عندك كام سنه؟
عندي 26 بس هتم 27 خلاص. كورس امتى؟ يعني في شهر 4 ان شاء الله. طيب الفيسبوك والانستجرام برضو بتاعه على الخاص بيه على الشاشه، وبقالك 6 سنين في 8 سنين وبقيتوا كوتشز بقى انتوا الاثنين. اه الحمد لله. واتنفسوا طلعت؟ لا 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 في حته ثانيه. البوس بتاعك هو ماشي يا غالي، سيب المايك بقى خلاص. انا طلعتي الله يبارك لك. عايز ايه؟ هنتكلم عن الاضرار بقى، نكمل الاضرار. وقع حتى المايك وقعوا، هاتوا يا فليفر واوعوا توقعوا الباصه تكسروها، هقوم اكسر رقبتكم. كتر الشاي والقهوه بيعملوا الامساك، بيعملوا حاله من الامساك. اه طبعا دي بتعمل اسهال. قالوا لا بتمسك المعده، ان هي بتعمل تراكمات في الفضلات بتاعه الماء يعني في المعده، بتزود ده. اوكي تمام. عندنا كمان خالد انت شارب قهوه؟ هو تعبان عنده مشكله ما بحبهاش. اه زي طبعا بترفع معدلات الحموضه، لان هي بتزود افراز الاحماض في المعده. لو انت شفتها بمعدلات كبيره طبعا بتزود ضربات القلب، ده برضو معروف عنها. عندنا كمان بترفع الضغط، ودي معروف عنها. كفايه بقى حاجات اخر حاجه معروف عنها حاجات كتير قوي. خلاص اخر حاجه، انت جرست القهوه خلاص اخر حاجه. قول. المفروض ان القهوه معروف عنها ان هي مضره، من الحاجات اللي فيها مضره البول، ان هي بتخليك عايز تخش الحمام طبعا. لما بتاخدها بكميات كبيره بتنزل السوائل. انت بتشرب كم قهوه في اليوم بقى؟ ثلاثة تقريبا او عشان كده كل ما حمام قاعد في الحمام نمدح طلعت في الحمام. يا انت قاعد من بدري اصل شارب قهوه. خلاص قلت كل الحاجات كده، كل حاجه. حط الورق هنا اهو، يلا بينا. قوموا يا اولاد، مفيش النهارده حد هيمشي على ايديه. انتوا هتعزموا على بعض؟ اقعد يا طلعت، تعالى لورايا. اقعد بس، تعالوا اقفوا هنا وانتوا الجوز. يلا عشان يعملوا سباق. يلا هنقف. ايوه يلا هنا جنبي هنا اهو. طب يلا هنا اهو، يلا هنعمل ايه؟ يلا بيقولوا هيعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثة. ها هوب. ده لف براولي براو. بالبط مش دي خاصه بالبط؟ طبعا عشان تبقوا سيكس باك فورمه الساحل لو سمحتوا. نورت بوجودك يا نورت يا طلعت بيه. اهلا وسهلا. شكرا يا فليف الباشا. اهلا يا تي يا فندي. شرفتونا نورتونا، ميرسي ليكم. خلينا بقى نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع حاتم قناوي. خليكم على سمحتوا.
قوي بقى، يعني الكلام الحلو الموزون اللي يجيب رزق. حلوه دي، حلوه جدا، عجبتني. ويلا واكل العيش يحب الايه؟ خفيه. ايوه كده، الله الله الله. لا لا معاك، لا خلي بالك، عايزك تركز لحسن اقول اللي كنت بقوله في الفاصل. لا ايه، نقطع. طب شكرا على الحلقه، كانت حلوه جدا النهارده واستمتعت معاك. انت حار. ايه بقى كلامنا عن مين النهارده؟ اولا كل سنه طيب يا شريف. طيب سنه حلوه. احنا النهارده هنتكلم على حاجات لو اقنعنا نفسنا بيها وبدانا نطبقها في حياتنا اضمن لك نجاح مبهر. لان احنا في الحياه يا شريف نجاحنا بيبقى من جوه لبره مش من بره لجوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي انت هتقنع نفسك بيه تصرفاتك ومبادئك وحركتك في الشغل هينتج على اساس اللي انت حطيته في راسك. فالنهارده جايب خمس افكار لو حطيناهم في راسنا اضمن لك نجاح. نعرف خلصنا بس كده، النهارده يوم الامثال. نسبة ما يخلصها، خلي بالك. اه كده احلى نسبة، هيبقى في منافسة مع الفقرة التانية. نسبة مقصرة، وحلقة نهاية الأسبوع ببقى مخي كده. طب طبعا انت حي النسبة حبيبي. طب أول حاجة، ازاي انت بتركز؟ هل بتركز على القلق ولا على التأثير؟ تعالى كده واحدة واحدة ونفسرها. في الحياة عندنا مسارين ملهمش تالت بنتحرك فيهم، يا إما ظروف بتحصل فانا بكون كل تركيزي ان انا قلقان من اللي حصل، او تركيزي على ايه اللي اقدر اعمله في خلال الظرف اللي موجود عندي دلوقتي. على سبيل المثال ان احنا عندنا ازمه ان في شباب بيقولوا ان احنا مش لاقيين شغل. لو انا فكرت بالمبدا ده انا بزود دايره القلق عندي، فدايره ايه اللي اقدر اتصرف فيه في ظل اللي بيحصل بتصغر. فيبقى انت كل تركيزك يا شريف رايح على ان مفيش شغل، ان الواسطه، ان المحسوبيه، ان الاوضاع الاقتصاديه و و و كده، فانا قدرتي على التصرف بتختفي تماما. العكس بهنج بس كده. الله عليك، حلو التهنيج، يعني اكسبريشن هايل. انا اللي هنجت ليه؟ لان انا كل تركيزي على ايه اللي بيحصل حواليا، ايه الظروف. تعال بقى نقلب الايه. انا لو ركزت على دايره التاثير مش دايره الظرف، انا هيبقى تفكيري ايه الخطوه الوحيده المتاحه قدامي اخدها عشان لما اتحرك لها تفتح لي رؤيه مختلفه. فممكن انا دلوقتي عندي ظرف ان الاوضاع الاقتصاديه في العالم كله فيها مشاكل، ايه اللي اقدر اعمله دلوقتي في الظرف ده؟ هل ازود مهاراتي، اتعلم لغه جديده، اشوف مصدر دخل ممكن يكون اعتماده على الانترنت مش اعتماد على المكان. فلما تفكيرك بيتحول، هعمل كل ده مع حاجه، هرشد من نفقاتي. طبعا طبعا، واتمنى الناس تتقبل الكلمه، لان احنا مش قصدنا بالترشيد ان انت تقشف وقعد في البيت واقفل على نفسك كل ملذات الحياه. لا، اخرج زي ما انت عايز واتبسط زي ما انت عايز. بس ايه رايك بدل ما نخليها خمس مرات في الاسبوع يبقوا مرتين؟ هو احنا بنقول الناس خافوا على فلوسكم، يبقى احنا كده لان البعض بيعتقد يا شريف، البعض بيعتقد ان احنا بنقول لهم طب يلا بقى الغوا حياتكم واقعدوا في البيت وما تستمتعوش. ما هو اصل ممكن يوصلوا للمرحله دي لو هم ما شغلوش مخهم. صحيح. فاحنا الكل اللي قصدينه لو عندك خمس ايام بتخرج فيهم خليهم يومين، وبالفلوس اللي اتحوشت دي خليها على جنب لان انت ممكن تلجا ليها وتحتاجها، بس اتبسط عادي خالص. فاحنا اللي احنا بنقوله ان على قد ما بتركز على ايه اللي انت تقدر تتصرف فيه في الظرف اللي انت موجود فيه، على قد ما انت هتقدر تلاقي عندك فرصه. والصوره اللي جايه يا شيف هتبين لك ازاي تاثير الدايرتين لما انا بكون باصص على ايه اللي بياخد الشغل الشاغل بتاعي. الرسمه اللي على الشمال انا الدايره اللي هي شايفها الازرق الفاتح ده، دي دايره الظروف. لما بفكر في الظروف بتاخد المساحه كبيره قوي من تفكيري، فدايره ايه اللي انا اقدر اتصرفه بتصغر. فدايما احس ان انا مكتئب او خايف من بكره او مفيش فرصه او مش لاعب خلاص، ما هي بايظه بايظه. العكس هي الدايره الثانيه، لما الدايره اللي هي الفاتحه اللي هي على اليمين بتكبر، دي دايره اللي انا اقدر اتصرف فيه. فساعتها انا اقدر اخد خطوات حتى لو صغيره، وده اللي بيفرق ما بين واحد بيبقى رد فعل للظروف وبين واحد هو بيسموه مبادر. انا مش مستني الظرف يحصل، انا على طول بشوف ازاي ادور على شغل، ازاي اخلي نفسي في دايره الترشيح، ازاي اكتسب مهارات جديده. فساعتها انا ما بقولش ان الظرف اتلغى، بس انت يا شريف بتحط نفسك في دايره مبادره. انا مش مستني ان انا الظرف هو يتاثر فيا. فده اول حاجه، تركيزك فين، دايره التاثير ولا دايره القلق؟ الحاجه الثانيه، ودي عايز اقولها من خلال قصه، ده الموضوع التاني. اه، وده المبدا التاني. احنا نتكلم على خمس مبادئ، بعد التالت قولي عشان هاخد فاصل. عيوني، حاضر.
في قصة هقولها لك هي ليها علاقة بالطبخ فهتبقى ماشية مع الأجواء. شايف الصورة بتقول كده برضه. في بنوتة كانت بتشتغل وعندها ظروف سيئة في الشغل، مديرها مضايقها والشغل بياخد وقت طويل من يومها ومجهدة، فرجع لوالدتها بالليل بتشتكي أنا زهقانة وخلاص مش عايزة أشتغل وكده. فمامتها ما كلمتش معها أي خطوة وأخدتها ودخلت المطبخ، جابت ثلاث حلل كلهم شبه بعض، مليتهم بنفس كمية المية، حطت في حلة جزرة وحطت في حلة بيضة وحطت في الحلة الثالثة شوية بن وفتحت عليهم النار. فالبنت مش فاهمة أيوة أعمل إيه، قالت لها اصبري شوية. ربع ساعة وبدأ المية تغلي، فالتأثير بتاع غلو المية على الحاجات بدأ يحصل. فإيه اللي حصل بعد نص ساعة؟ الجزرة بسبب الغليان بدأت يا شريف إن هي تبوش عشان كانت هي جامدة وبعدين باشت. البيضة كانت ناشفة من بره شققت وجوه كانت لسه يعني ليكويد أو سائل نشفت. البن تحولت المية لقهوة. فأيوة قالت لها برضو مش فاهم، قالت لها التلاتة دول اتعرضوا لنفس الموقف ونفس التحدي ونفس الظروف، البيضة نشفت بس كل واحدة فيهم اتعاملت معها بشكل مختلف. صح. الجزرة كانت قوية وجامدة، الظرف كسرها وخلاها ايه مسكة كده على نفسها ويعيني باشت. البيضة نشفت ومسكت ومن جوه المسائل بقى حاجة ممسوكة، والقهوة قدرت تغير الظرف اللي هي فيه فحولت المية البن. القصة مورالها ايه؟ كلنا يا شيف هنتعرض لنفس الظروف. احنا مثلا في مصر خلينا نتكلم على احنا 105 ما شاء الله مليون، كلنا عندنا نفس الظروف. ايه اللي هيفرق شخص على التاني كمعدل نجاح في الشغل؟ هتعامل رد فعل ايه تجاه اللي بيحصل. اللي هتاخده اكتئاب وشكوى وملل هيبقى ده مسار بتاعك. اللي هتاخده انا بقى اقدر اتصرف ازاي في الظل ده هو ده اللي هيخليك مقياس نجاحك. عارف وانت بتتكلم دلوقتي افتكرت حاجه، اول ما اشتغلت مذيع فتره من الفترات الاداره اللي كنت بشتغل فيها كانت صعبه. اوكي. ما كنتش مبسوط بس كنت بعافر 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 جدا. ولا لا 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 انا اقوى خلاص. وفي نفس الوقت ده كان في بعض الزملاء اللي بيشتغلوا في نفس المهنه الاداره بتاعتهم بتدلعهم دلع مرق، تعالوا ده بص كده فبقوا ايه متدلعين. اوكي. وانا في اداره ناشفه. اوكي. فبقيت صلب. الايام بقى تروح وتيجي والادارات بتتغير، انت عارف مفيش اداره طبعا. ها تك تك تك. فانا بقيت قوي، فهم ما جت بعد ما اتدلعوا قوي بقوا سايسين كده طب واخذه يعني، وجات لهم اداره ناشفه مش عارفين يتصرفوا، مش متعودين عليها. متعودين بالظبط، متعودين على الدلع. صح. لما انا بعد كده بقى جات لي الاداره اللي تدلعني، فانا واخد على الـ 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 الشغل اللي غصب عنك وبواخه وكده، فمش مصدق ده. فبقى ايه تيجي بقى دلع بعد كده، تيجي اداره مش عارف ايه، انا خلاص خدت على الكحراته. صح. زي ما بيقول، فمش فارق معايا. فده انا بشوف ان اي حد عنده مدير لوقت ما غلس استحمله وخليك قوي، لان والمديرين على فكره بيحسوا لما هو يغلس عليك ويشوفك قوي. يعني في بعض المديرين بيعملوا كده قصد، هو بيختبرك شوف انت هتلين كده ولا هتفضل متماسك وهتدي الشغل. هايل. في مديرين بيعملوا كده. في كده طبعا. أنا في كده وفي كده. انا كمدير ساعات بعمل كده، بشد. انت بتكون قاصد تعمل تاخد موقف، اشوف اللي قدامي ده هيفك مني كده ولو اخذ يعني مفرفر ولا ده ناشف فقد الشغل، فلما هديله لود اكتر هيقدر عليه عشان لما ارقيه ابقى عارف ان هو قوي. هايل هايل. وده اللي احنا بنقوله يا شريف، كلنا هنتعرض لظرف واحد. اللي يفرق نجاح واحد عن التاني في الشغل انت هيكون رد فعلك ايه. والشغل ده بقى عارف ايه؟ هو الحياه. صح. الحياه بتعمل فينا كده، ساعات بتدلعنا وساعات بتكحرتنا. لو دلعك دلعتك على طول هتبقى بس لو شويه نش كده وشويه كده هتبقى عندك اساس قادر تتسند على نفسك بيه. عشان كده مهم قوي يا شريف افكر انا مش مهم الظرف، المهم انا هتعامل مع الظرف ازاي. لو انا ما عنديش شغل
ايه اللي انا اقدر اكتسبه من مهارات تخليني عرضة ان انا لو حد شافني ابقى مطمع، ابقى مكسب ليه، ولو انا بشتغل واموري ماشيه كويس ازاي اترقى واوصل لحاجه احسن ومرتبي يحصل بشكل افضل حتى في الظروف اللي احنا فيها. وعلى فكره الظروف دي على قد ما هي صعبه على قد ما انت كنت بتقول يا شيخ هتخلي بقى الفلتر بالظبط الفلتر غربه فعلى قد مين يقدر يصمد. صحيح وباعترافنا ان هي صعبه يعني مش هنقول كده ان هي الله الدنيا لطيفه جدا، بس انت رد فعلك هيكون ايه ده اللي هيحدد موقفك. فده تاني مبدا. المبدا الثالث اللي بنتكلم عليه وده حاجه لو حطيناها في العقلية بتاعت الشباب بالذات هتفرق قوي، انت مسؤول عن نجاحك في شغلك. يعني ايه الكلام ده؟ الصورة دي بتمثل ايه يعني؟ انت لما بيكون عندك اختيارات في الحياة مفترق طرق، عندي شغل اشتغله ولا لا، عندي فرصة تدريب اروح ولا لا، عندي مدير غلس اسيب الشغل ولا لا، القيارات دي هتفضل موجودة سواء في الحلو او في الوحش. المسؤول على انه ياخد القرار مش بابا وماما، مش صحابك، مش الناس اللي حواليك، انت. عشان كده شيف يبقى مهم قوي نعرف الناس ان عندي دافعين اساسيين يخلوا الشخص يتحرك. حاجه بنسميها دافع خارجي، ان في حاجه بتحصل من بره بتقول لي يلا اتحرك. مثلا واحد صاحبي كلمني ايه رايك ننزل، ده دافع خارجي انا ماليش دعوه بيه، لو هو مش موجود انا مش هنزل. عندي كورس فحد قال لي ما تيجي ناخد الكورس، فده دافع خارجي. المشكله في الدافع الخارجي ان الدافع الخارجي ده انا لو هو مش موجود انا هفضل في مكاني. فانتظاره هو عمليه انتظار لما ربنا يسهل. وطبعا انا ما اقدرش اكون معتمد في نجاحي في الشغل على اساس يا ترى ايه اللي هيحصل لي من بره وعلى اساسه هتحرك. فلازم يبقى الدافع من جوه بتاعي. عشان كده مهم قوي يا شريف الناس عشان الدافع بتاعها يبقى قوي قول لي مين صحابك والدايره اللي حواليك، اقول لك انت دافع بتاعك هيبقى من جواك ولا لا. ايه الحاجه اللي انت عايز توصل لها وايه اهدافك في الشغل، ايه طموحك في الشغل، اقول لك دافعك جوه قوي ولا لا. فمهم جدا نعرف ان احنا ما ينفعش نقعد نعمل كده مستنيين حاجه تزقنا عشان نتحرك. لو انت ما اتحركتش من تلقاء نفسك وبدات تعد نفسك لسوق العمل ومتغيراته، وعلى فكره يعني عايز اقول لك حاجه مش عارف انت عارفها ولا لا، ودي الناس كلها عامله لهم ربكه. من حوالي اسبوع 10 ايام تم الإعلان على فيلم اسمه The Safe House The Safe Zone المنطقة الآمنة. عادي جدا الفيلم ده مدته 6 دقايق برضو عادي جدا. المفاجأة بقى مؤلف الفيلم ومخرج الفيلم ذكاء اصطناعي مش بني آدم. يا أخي تخيل إحنا بدأنا نوصل لأي مرحلة إن في ذكاء اصطناعي. هقولها بشكل مبسط بس هي طبعا إيه مش كده، تخيل إن هو روبوت راح قاعد كده مؤلف فيلم، قلنا له عايزين عندنا اشخاص كذا وكذا كذا اعمل لهم عنهم فيلم. عمل فيلم، عمل فيلم واخرجه. فتخيل يا شريف احنا داخلين في منافسه عامله ازاي، مش مين؟ بس مع الظروف، مش بس مع الروبوت، مع الروبوت والذكاء الاصطناعي. استغفر الله العظيم يا رب. انا كنت قاعد وانا كنت هيعرفوا الذكاء الاصطناعي بتاعك ده يعمل واحد زي كده؟ لا هو شريف واحد بشر. بس هو أيوة بشر كده. شريف واحد بس. سمعوني اغنيه يا حبيبي ويا ريت تبقى استاذ راغب علامه. وبعد كده فاصل نرجع لكم حاتم ميناوي، خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا قول لي اعمل ايه يا حبيبي، قول لي اعمل ايه، سهروني الليل عيونك وانت امتى تميل يا غالي، دوقوني الويل عيونك صبر قلبي قليل يا غالي، سهروني الليل عيونك وانت امتى تميل، دوقوني الويل عيونك صبر قلبي قليل يا غالي، قول لي اعمل ايه وانت ترضى بايه، وغلوب تناديك وحايل بيك نهار وليل، يا 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 حبيبي يا 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 يا، قول لي اعمل ايه، يا شغلني هواك وتعبني معاك، مهما تحيرني تسهرني مقدرش انساك، سهران بناديك وبفكر فيك، لو يوم تطوعني وتسمعني هفضل وياك،
سهروني الليل عيونك وانت انت تنين سوقوني الويل عيونك صبر قلبي قليل سهروني الليل عيونك وانت انت تنين سوقوني الويل عيونك صبر قلبي قليل يا غالي قولي اعمل ايه وانت ترضى في ايه وقلوب تناديك وحايل فيك نهار وليل يا 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 حبيبي يا 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 قولي اعمل ايه حبيبي اوبا اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف رجعنا لكم مرة تانية مع حاتم إيناوي ونكمل كلامنا عن الظروف والشغل والحياة. خمس مبادئ لو زرعناهم في راسنا وبدأنا نتصرف عليهم هنحقق النجاحات اللي احنا بنتملها. واخد بالك من دي؟ اه. هو يعني ايه نجاح؟ اقول لك تعريفي انا، ان انت في كل جوانب حياتك تبقى عامل اسهام، ما تكونش بس مركز في الشغل ودايس فيه ومكمل. التوازن في الحياة ما بين جوانب حياة، ده تعريف حياة. انت ناجح؟ انا بتعريفي انا اه. احكي لنا كده. احكي؟ اوكي. انا واحد خريج تجارة انجليزي بيزنس من اسكندرية، حلمت ان انا عايز، شفت حلمت مش حلمت اسمه ده، اتمنيت ان انا ادخل مجال الاعلام عشان اقدر اقول كلام افيد بيه الناس. انا من اسكندرية ومش خريج اعلام وما عنديش واسطه، وعملت ده، اشتغلت لمده 12 سنه. بعديها حسيت ان انا قادر، عندي الشجاعه ان انا اخد قرار اسيب كل اللي انا عملته واشتغل في مجال جديد ادرسه من اول وجديد ودرسته. ثانيه واحده، ليه سبت كل اللي انت عملته؟ هل حسيت ان انت ما نجحتش النجاح اللي انت عايزه فيه؟ هل حسيت ان لا ده مش مكاني فهروح مكان تاني؟ ليه سبت؟ اولا انا بعشق الاعلام لحد دلوقتي ومدمنه، بس انا كان هدفي مش ان انا اشتغل لمجرد ان انا يبقى اسمي اشتغلت، انا عايز اشتغل عشان اقول ماده او محتوى افيد بيه الناس. شغله المراسل التلفزيوني هي عباره عن نقل للي بيحصل اكتر من ان انت بتكون مراسل اخباري، يعني مراسل اخباري، فانت بتنقل اللي بيحصل اكتر منه، عندك فرصه تقول افكار او دراسات او حاجات انت شايف ان هي مهمه. فانا حسيت ان انا لو استمريت في المجال ده الرؤيه اللي انا اصلا عايش بيها مش هتتحقق. فعشان كده قلت ان الانسان هل الشغل بالنسبه له غايه ولا وسيله؟ يعني انا بشتغل عشان كده خلاص؟ لا، الشغل بالنسبه لي جسر بحقق بيه حاجات. في ناس يقول لك ايه، فلان ده غني جدا ومعاه فلوس قد كده ويقدر يعيش من غير شغل، هو بيشتغل ليه؟ رد كده. اولا انت لو مش عايز تشتغل انت حر ما تشتغلش، بس انت كانسان ما تقدرش تحس باحساس التحقق بتاعك ان انت كبني ادم عايش من غير ما يكون بتعمل حاجه وفي المقابل بتاخد عليها حاجه. يعني عندنا احتياجات اساسيه يا شريف كبني ادمين، منها احساس ان انا احس بالانجاز. الاحساس بالانجاز بيسموه سيلف اكتشواليزيشن، ان انا عملت حاجه فوصلت لمرحله، وده كمان لما وصلت بدي غيري. فدي احتياجات اساسيه. فانا لو قاعد في البيت على احساس ان انا غني جدا مش محتاج، او ما بلاها بابا هيصرف عليا، انت في جزء من تكوينك الاصلي ناقص، تحس انت بتتحقق بتنجز وكمان بتوصل لمرحله اللي انت قادر تحقق اللي انت عايزه. دي معاني لو انت ما عشتهاش تركيبتك النفسيه في حاجه ناقصه، عمرك ما تحس ان انت سعيد. خش على رقم اربعه. عندنا عندنا حاجتين ناقصين، فانا قلت اول حاجه التركيز هيكون على منطقه التاثير ولا منطقه القلق. اتنين، هل انت لما بتحصل ظروف رد فعل ايجابي ولا سلبي. رقم ثلاثه، هل انت مدرك ان انت مسؤول عن حياتك واختياراتك. رقم اربعه اللي احنا شايفينها دي، ودي حاجه انت هتحبها قوي، انا عارف انت بتحب المبدا ده. بحب السباحه. انا عارف انت بتحب الرياضه دي، بس المبدا كمان هتحبه. بص في ورقتك. يعني ايه بص في ورقتك؟ شايف الرسمه دي يا شريف او شايف الصوره دي؟ في السباحه، وطبعا اللي بيلعبوا الرياضه دي هيكونوا عارفين، لما انت بتسبح انت لازم تكون باصص قدام عشان تكون عارف بالظبط ايه النقطه اللي هتلمسها عشان ترد تاني. لو انت بصيت على السباح اللي على اليمين خالص اللي فوق، بيبص لزميله، باصص لزميله هو رايح فين. ودايما بنقول الملتفت عمره ما يصل، الملتفت لا يصل. ليه ما يصلش؟ لان انت بتشغل نفسك وبتستنزف طاقتك في اللي حواليك. مين نجح؟
مين عطس، مين اكل، مين شرب، مين سافر، مين نج... مين لابس. الحاجات دي كلها بسبب السوشيال ميديا بقت تاخد من تركيزنا وتودينا المسارات هي اصلا مش بتاعتنا. فانت ممكن تكون مركز مع اول السنه، واحنا لسه اهو في اول السنه، هاخد كورسات واعمل، وتفاجئ ان واحد صاحبك نجح في حاجه معينه فتبدا تشغل نفسك بيه. اوحش حاجه او ان حد كتب مثلا انا سعيد جدا وناجح، حياتي ناجحه جدا، وبص الفلوس معايا قد ايه، فتحس ان انت عايز تبقى مشهور وغني لمجرد ان انت تبقى زيه، حتى لو ده مش اللي انت عايزه. وعلى فكره شريف، الغنى والشهره ممكن يجوا من مصادر كتيره جدا. يعني انا لو انا طالع في التلفزيون ما انا كده بتشهر، وانا لو عملت جريمه واتكتب عني انا كده اتشهرت، بس اتشهرت بنتيجه سلبيه. فانت ممكن تبقى على فكره ناجح جدا. يعني واحد زي دكتور انا بحبه جدا، دكتور مجدي يعقوب، كلنا بنحبه، مين ما بيحبوش؟ ده فخر. مين ما بيحبوش؟ طب الراجل ده ما بيلعبش كوره، هل معنى كده ان في مجالات معينه ينجح فيها يا مش لاعب؟ لا. طب انا عايز اقول لك حاجه بس. طبعا انا ما اعرفش ولا اسم لاعب كوره ده بجد. اوكي، يعني مش بفتي غير محمد صلاح طبعا. طبعا كلنا. بس لو قلت لي اي اسم هقول لك مين ده، يعني مع كامل احترامي ليك حتتك او ليك مناطق اهتمامك. فاحنا كلنا شريف عندنا اهدافنا وعندنا اهتماماتنا وعندنا الحاجات اللي عايزين نوصل لها. كل ما قفلنا باب اللي يخلينا نتشتت كل ما هنبقى عاملين زي السباح اللي هو تحت، هو باصص قدام. فعشان كده واحده من المبادئ اللي تخليك ناجح في شغلك، بص لقدام، مالكش دعوه بزمالك بالعمل متضايقين ولا مش متضايقين، مهم انت. عايزين يعمل مين اخد فلوس اكتر، المهم انت. مين اترقى وانا لا، المهم انت. بمناسبه بقى السباحه دي، في فيلم عايزك تشوفه، سويمرز. شفته جبار، بتاع اللاجئين. جبار. طيب نخش على رقم 5 بالظبط، اخر حاجه عشان يبقى كده احنا وصلنا للمستهدف بتاعنا في المبادئ اللي احنا عايزين نعملها. وبرده قبل ما انسى، كويس ان انا برده الصوره دي نزلت، دي برده حاجه تساعد الناس ازاي اقدر اركز في نفسي وابص لنفسي. الدايره دي يا شريف هي دايره حياتنا، بنسميها ويل اوف لايف، عجله الحياه. كل جزء منها هو جزء في حياتنا، مثلا جزء الصحي، جزء فلوسنا، شغلنا، علاقتنا باهلنا، صحابنا، الترفيه. فانت ممكن كشخص تروح راسم الدايره دي ومقسم انت حياتك بتتكون من ايه، وفي كل واحد فيهم حدد انت فين دلوقتي وعايز توصل لايه. عشان كده هتلاقي ان في المجال الواحد متقسمه لعشرة، يعني الجانب الواحد فيه 10 خطوط. بقول انا مثلا خلصت السنه اللي فاتت واقف عند الخطوه رقم 6، ازاي ابقى 8؟ فيبقى تركيزك منصب انت بتعمل ايه. وطبعا كل ما كان في الشغل وفي الحياه كل ما كان عندنا توازن. اخر حاجه عشان يبقى كده عملنا الخماسيه بتاعتنا، حاجه بنسميها التدرج. التدرج يعني ايه التدرج؟ ما ينفعش ابدا في الشغل يا شريف تبدا من فوق، لازم تجيب شغلانه من تحت زي ما بيقولوا. هتقع، اللي بيجي من فوق ده بيقع. هي حلوه كشكل، يعني الناس المنورين حلوه كمثلا بياخدوا فلوس كتير او ظاهرين او مشهورين او ليهم برستيج او عندهم اسم وفخامه، بس الشخص اللي وصل لفوق ده جابها من تحت. فانت ما ينفعش تبقى قائد الا لما تبقى عسكري زي ما بيقولوا، لازم تبدا من تحت. واحده من المبادئ اللي موجوده في اليابان ليها علاقه بالموضوع ده حاجه اسمها كايزن. كايزن دي كلمه يابانيه بتتقسم لحاجتين زي ما هي، طبعا الكلام ده ياباني. الكاي هي ليها علاقه بان انت بتتطور، والزن هي عباره عن جود. جود مش يعني جيد، جود يعني فور جود، يعني مستمره. بص الحروف، الحرف الواحد فيه كام حاجه، ده نقعد ساعه عشان اكتب الحرف. هو ده حرف ولا كلمه؟ لا دي كلمه، يعني الجزء اللي فوق كلمه واللي تحت كلمه، لما اندمجوا بقوا كلمه مختلفه. صعب. الكايزن ده مبدا في اليابان اسمه التطور المستمر. التدرج لازم يبدا بخطوه، انا موجود دلوقتي فين، واقبل ان انا ابدا صغير. ودي نصيحه للشباب اللي خصوصا اللي اتخرجوا او هيتخرجوا، اقبلوا بفلوس صغيره، اقبلوا، ارموا نفسكم في الشغل، حطوا رجليكم ان شاء الله، حتى ان الليفل اللي انتوا فيه او المستوى بتاع الوظيفه مش هي اللي انت بتطمح فيها، ابدا بيها. الفلوس مش كفايه، وما بقبضش وبتقول لي بتخلص بسرعه. ممكن اقول بيها قصه؟ ارجوك. كنت في ايفنت يعني بشرف عليه من فتره، فكان في عروض ازياء، فكان في حاجه ولاد، يعني عرض ازياء الولاد واحد بس من ضمن الحاجات، فكنا متفقين معاهم على سعر معين هيطلعوا فيه. فاحنا في الايفنت في اتنين تانيين طلبوا ان يتعمل لهم عروض ازياء، ما كانش فيه فلوس، فانا دهنا الثلاث ولاد قلنا لهم عندكم مانع تشتركوا في العرضين التانيين
بس بنفس الاجر اللي كنتوا جايين تشتركوا في عرض واحد؟ في عرض واحد. اتنين قالوا اه طبعا، واحد قال ايه؟ لا طبعا. خلاص؟ ايه اللي حصل؟ بعد لما خلاص في ثلاثة منهم اشتركوا في عرض، وفي اتنين كملوا بعد كده، واحد مشي اخذ اجره ومشي، واتنين تانيين استمروا للعرضين اللي بعد كده. ايه اللي حصل؟ انهم طلعوا كانوا كويسين قوي، فطلبنا لهم فلوس، قلنا للناس بصوا هم ما كانوش عاملين حسابهم، فاخدوا ضعف المبلغ ما شاء الله. خلاص؟ والعرضين قالوا احنا عايزينهم بعد كده في شغل. هايل هايل. فاللي مشي لو كان قعد كان اخذ بص من نصيب الحاجات الجميله دي. إيه؟ بص كده تحت صح. رجله صح، ما بصش لبعد كده، طب ما اجرب انا ما وريش حاجه، لو كان ورا ايه راح قعد على القهوه صح وما عملش حاجه، ما عملش حاجه. طب ما كنت قعدت اشتغلت وانت وحظك صح، كنت ممكن الفلوس تتضاعف، وغير انها تتضاعف ان انت هتطلب في حاجات تانية، بس انت كتيت. عشان كده شريف الناس اللي بتقول لك طب انا حامل ايه ب 1000 جنيه؟ اقبل اقبل بال 1000 جنيه، ال 1000 دي قدام بخبره وبمجهود بعقل هيبقوا 10 صحيح. وبالتالي دول الخمس حاجات عايز اقول بس اخيرا يا شريف، اللي انت هتحطه في حياتك هو اللي هتشوفه. فلو المبادئ دي كل ما اقتنعنا بيها هتبقى عامله زي الشاشه، هي اللي هتشوفها كسلوك ونجاح ان شاء الله. بشكرك، انا ببقى سعيد جدا معاك. احنا انا اكتر سعيد طيب. بجد والله انت جميل يا حاتم. بشكر حاتم قناوي على وجوده معانا النهارده، ودي كانت حلقه نهايه الاسبوع. هابي ويك اند، ونكون معاكم يوم السبت على خير. شكرا لكم، باي باي.